ربنا يفيدك. شكرا يا احمد، كتر خيرك يا اخويا. خلص الكلام يا مجدي. انا اللي جاي اتكلم وانت هتسمعني. لوك ارغي يا اخويا ارغي. كريم انا بقالي فتره عمال بفكر في اللي بيحصل ما بيننا، واكتشفت ان فعلا ظلمت كل ده. حقك ما تصدقيش، بس لو قلت لك ان نفسي اخلف منك والحق عشان ضنايا واتهنى بيه قبل ما اموت. وحياه امك وحياتك انت اللي اغلى اني ببدل عليك. بس ادينا فرصة كده، بس يعني شهرين تلاتة نوقف الشغل على رجليه ونطمن، وبعد كده ماضية بإذن الله. مجدي أنا عايزة أنصحك نصيحة لوجه الله، غير الأسطوانة دي واعمل أي أسطوانة كويسة تاني يا مجدي. يمين بالله أنا ما جاي أشتغلك ولا بكذب عليك ولا جاي بفكر في فلوس ولا في شغل. يا بنت أنا بحبك، فكرت كتير لقيت إني ظالمة، ولقيت ان لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي لفه ولا هلاقي ست تحبني زيي. ده انت طيبه وغلبانه يا بنت، ولو ادانا يا ست اللي جاي ادور على فلوس ولا شغل، انا من النهارده هعيش خدمه تحت رجلي وهنفذ كل اللي تأمري بيه. بحبك يا حبيبي. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. عارف يا مجدي لو كنت بتكذب هتبقى ابن حلال وتستاهل بجد.